لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يرحمك يا مصطفى. شفت يا سيد، كان واقف جوه قد البرميل، في ثانية البني آدم بيروح. يا جماعة ما كناش دفناه، كنا حطيناه في الفريزر جوه، ولما جوع سخن واكل. ده كان فاضل فيه كتف. عايزة تسخني كتف مصطفى؟ هو كتف مصطفى ده شوية؟ أنت شفته قد إيه يا فخر؟ بقول لكم إيه؟ أنا جاتلي فكرة بنت جنية. إيه؟ بما إن الجوكر كان هيموت على إزازة الفيروز، إحنا ناخدها ونروح نقدمها له، هيدينا عليها ملايين الدولارات. ناخد الملايين دي نديها للسحاوي، ويا دار ما دخلك شر. أنت اتجننت يا فخر؟ أنت عارف الإزازة دي لو وقعت في إيد الجوكر ممكن يعمل بيها إيه؟ ده ممكن يدمر العالم. أنت ما بتشوفش بيعمل إيه مع باتمان؟ لا لا لا، أنت غلطان في دي يا سيد. إحنا ما عدناش وسمعنا من الجوكر، يعني أنت بتسمع دايماً من باتمان. عندك حق، ما لازم نسمع من الطرفين. طب هنعمل ايه؟ واحنا برضه عمالين نهري على فكرة، احنا ايش ضمننا ان الجوكر موجود في مصر؟ ايوه يا عم، ما هو قتل الراجل ده هنا في مصر، وبعدين انا بسمع اصلا ان هو جه هنا مصر مش عشان حوار الفيروس، هو جه عشان حوار تاني خالص، ولما سمع حوار الفيروس ده قعد وحاول ياخده. حوار ايه يعني؟ بيقولك ان هو كان جاي مصر اصلا يعمل اعلان مع محمد رمضان، بس لما مرضيش يتضرب قلشوه جابوا فندام. اه حلو، تهت ولقيناها برضه. احنا نبيع ازازة الفيروز لمحمد رمضان. لا انت كده اتجننت خالص بقى فخر. ليه يا عم؟ ايوه ما ينفعش يا فخر، هتبيع لمحمد رمضان. عندك حق يا سيد، ده اول ما ياخدها يقعد يقول انا بين الزومبي ملك، وهيجننا معاها. سيد انا جعت تاني. حبيبتي معلش، حاولي تنامي خفيفة كده، انت حتى لو اكلتي اي بني ادم دلوقتي هيعمل لك كرش. حاولي تنامي خفيفة، وانا بكرة الصبح اوعدك هاخدك ونروح للدكتور نشوف الحوار ده. خايفة قوي يا سيد. خايفة من ايه يا ريتاش؟ انا عايز افهم انت خايفة من ايه؟ خايفة احب موضوع اكل البني ادمين ده واكل واحد تاني. ما تخافيش يا حبيبتي، طول ما انا معاكي ما تخافيش. طب اوعدني يا سيد، اوعدني لو جات لي الحالة تاني تضربني وتحبسني. ايه الافورة دي؟ الموضوع كله يعني ان انت خفتي عليا فتعصبتي قمتي واكلاه، ما تكبريش الموضوع يعني. بس انا الصراحة عندي استفسار بسيط. ايه؟ يعني سيبك من ان انت كلت بني ادم، انت ما تقرفتيش تاكلين اي؟ عارف يا سيدي طعمه زي ايه؟ ايه؟ عارف الحاجات النيه اللي طعمها حلو دي؟ زي البسطرمه لما تجيبها من الثلاجه، او السوشي. يا ريت مع البني ادم ده كان صويا صوص. والنبي يا سيد خلاص معلش، انا اسف، حقك عليا، والله العظيم ما كانش قصدي. والله لما تتشقلبي تعزين اصحى من النوم الاقي نفسي متغمس في صويا صوص. ما تبقاش قلبك اسود بقى، خلاص يا سيد. طب وحياه ربنا لو فكتني انا مش هاكلك. هو اوبشن اصلا؟ صباح على خير يا ريتاش. يا سيد يا سيد، انت مش هينفع يا سيد وتنام وتسيبني كده يا سيد. سيد كفايه سن بقى، عايز انام. طب وحياه امي اول ما تفك لكون واكله غصتك دي.